لما تطلع من القلب بتقرب قلوب من بعضها. الكلمة الصادقة اللي مليانة حب تقدر بيها تسعد الناس كلها. كلام من القلب. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. كل حلقة بنتكلم فيها عن زوجة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. الحقيقة احنا مش بنقصد بس نعرف حضراتكم بأعظم وأطهر نساء في الدنيا، وهم أمهات المسلمين. احنا اللي بنتمناه أكتر إننا ناخد من حياتهم ومواقفهم دروس وقدوة نقتدي بيها في تعاملاتنا في حياتنا، سواء كان مع أولادنا أو أزواجنا. حلقتنا النهاردة عن سيدة من أشرف وأجمل أمهات المسلمين. هحكي لكم موقف يبين لنا قد إيه الزوجة لما بتفكر صح ممكن تحل مشكلات حياتها مهما كانت كبيرة بشوية تفكير وبهدوء. كلنا عارفين طبعا أن بعد كتير من الغزوات بين المسلمين وكفار مكة، عقد الرسول صلى الله عليه وسلم مع المشركين هدنة من الحروب والغزوات كان اسمها صلح الحديبية. والصلح ده يعني وقفوا القتال بين الفريقين لمدة 10 سنين بشروط معينة حطوها الطرفين وقتها. كتير من المسلمين كان معترض على فكرة الهدنة والصلح دي، وكان حابب يكمل الجهاد في سبيل الله. ولما الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم يتحللوا كأول شرط من شروط الصلح، اتأخر كتير من المسلمين كنوع من التعبير عن اعتراضهم ده. وقتها احتار الرسول صلى الله عليه وسلم وحزن واشتكى لزوجته، فشارت عليه أنه يخرج لهم وما يتكلمش حد فيهم ولا يتناقش في شيء ويتحلل هو. وفعلا عمل كده الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعدها كل المسلمين قلدوه وتحللوا، وكانت دي بداية تنفيذ المسلمين لصلح الحديبية. حلقتنا النهاردة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ سالم عبد الجليل على الأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، واللي سيرتها بتعلمنا قد إيه الزوجة لازم تكون عقلها كبير وبتعرف تفكر كويس قوي قبل ما تاخد أي قرار. أكيد هنكون في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. تقدروا كمان تبعتلنا SMS على رقم 91235 في انتظار حضراتكم، ولكن بعد الفصل. الرسول صلى الله عليه وسلم هيكون كلامنا إن شاء الله عنها النهاردة مشاهدينا مع فضيلة الشيخ سالم عبد الجليل. أكيد برحب باتصالات حضراتكم وأسئلتكم. شيخ سالم، السلام عليكم وأهلا بحضرتك. عليكم السلام. وحمد لله على السلامة وحجة مقبولة إن شاء الله. الله يسلمك وعقبالك كده وعقبال كل مشاهدينا الكرام. أمين إن شاء الله نكون صحنا. يعني احنا بنقول لما بنتكلم عن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام مش بس بنعرف سيرتهم العطرة، ولكن احنا محتاجين نتعلم. صحيح. محتاجين نفهم، محتاجين نعرف نعمل ايه في بيوتنا وازاي نقدر نتعامل مع ازواجنا ومع اولادنا. السيده ام سلمة وحضرتك قلت لي اشهرهم، ويعني من الواضح ان هي كانت قدوه في حاجات كتير جدا. صحيح. في حياه الرسول صلى الله صحيح. عليه وسلم. كتير من الازواج ممكن تعتبر انه يحكي لزوجته حاجه تخص امور حياته او شغله ان هو مش ضعيف، وان هو هياخد راي امراه، يعني ده يعني شيء غير مقبول. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل زوجته واستشارها في أموره وفي غزواته، فخلينا ناخد الجزئية دي ونتكلم عنها ونشوف إزاي نقدر نقتدي منها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. رضي الله عن أم سلمة وعن أمهات المؤمنين جميعا، وصلى الله على النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي راح لما راح يخطب أم سلمة كان قبليها سيدنا أبو بكر راح يخطبها فرفضت. فلما جاء الخاطب أو جاءت الخاطب إلى رسول الله رفضت ستنا أم سلمة، مش رفض التمنع ولا التكبر أو التعالي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنها خوفا من أنها لا تستطيع أن تقوم بحق النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت له عندي 3 أمور. الأمر الأول أنا قد كبرت فلا ألد. الأمر الثاني قالت له أنا شديدة الغيرة فما تستحملش يكون معاها ضرات وزوجات أخريات. الأمر الثالث قلت له عندي أولاد، عندها ولد وبنتين. فالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام أرسل إليها بأنه إذا كنت تتكلمين عن الكبر فأنا أسن منك، أنا أكبر منك. إذا تتكلمين عن الغيرة فأدعو الله سبحانه وتعالى أن يذهبها عنك أو يقللها فلا تكون يعني مزعجة بالنسبة له. أما إذا كان الأولاد فالأولاد هؤلاء يعني يتولاهم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فوافقت أم سلمة. وهنا أيضا قبل أن أتكلم مع حضرتك في القصة بتاعت المشورة دي وهي مهمة جدا، هنا أمران يجب أن نؤكد عليهما. الأمر الأول إن أبو سلمة رضي الله عنه أرضاه استشهد في غزوة أحد، فكان زواج النبي عليه الصلاة والسلام من أم سلمة مكافأة ليها ولزوجها اللي استشهد
فيجد من يرعاه في أهله وولده بعد موته. كان يذكر إن أبو سلمة كثيرا ما يدعو بأن يخلفه الله في أهله بخير كثيرا. يعني نقل نوكل كده من أصحاب السير أن أبا سلمة كان كثيرا ما يدعو، كان أكثر دعاءه أن يخلفه الله في أهله بخير. ده بالنسبة للجانب بتاع أبو سلمة. أم سلمة نفسها كانت تحب زوجها وتراه أفضل الصحابة، وده ربما اللي خلاها ما وافقتش على أبي بكر، على اعتبار إنها لا خلاص كبرت ومش عايزة تتجوز وتعيش لأولادها، وإن أبو سلمة بالنسبة لها حلم عظيم جدا، وتأمل أن تبعث يوم القيامة معه وتحشر معه إن شاء الله في الجنة، فمش عايزة تدخل على نفسها ولا أولادها حد تاني. ولكنها لما مات أبو سلمة تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأتمنى كل امرأة وكل رجل حتى يبقوا في ذهنهم هذا الدعاء العظيم. لما مات واستشهد أبو سلمة تذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينبغي أن يقوله المسلم عند المصيبة: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها. وقبلها يقول: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقالت أم سلمة بالحرف الواحد: أقول هذا ثقة في الله وفي رسول الله، لكن من هو خير من أبي سلمة؟ لما تقول واخلفني خيرا منه، خيرا منه مين؟ صحيح. ما عندهاش حد في تصورها. وذلك حتى بقول لك لما أبو بكر تقدم لها رفضته، لكن لما جاءت الخاطبة تخطبها لرسول الله قالت: الآن عرفت من هو خير من أبي سلمة. ما كانتش في ذهنها وفي تصورها إن يجي يخطبها سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك هي مش تمنعت اعتراضا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن خوفا من أنها لا تقوم بحقه باعتبار سنها الكبير، وباعتبار أنها عندها أولاد، وباعتبار أنها شردت الغيرة فقد تزعجه بهذه الغيرة. يذكر أيضا في أم سلمة أنها مش بس كانت حكيمة في الموقف اللي حضرتك ذكرتيه، بل كانت جميلة لدرجة أن عائشة، وانت عارف عائشة لما توصف عائشة توصف بالجمال الباهر، ومع ذلك كانت تغار منها عائشة. لما وصفوها غارت. وهي السيدة عائشة كانت مشهورة بغيرتها على الرسول عليه الصلاة والسلام. صحيح. وكانت شريط الحب له وشريط الجمال والصغر في السن وكل شيء. لما وصفوها لعائشة غارت غيرة شديدة. لما راحت شفتها اشتدت الغيرة. اللي لأنها رأت أن الوصف لم يكن دقيقا، وأن جمالها في الواقع أفضل أضعاف المرات من الوصف اللي وصف له. لهذه الدرجة كانت أم سلمة جميلة. مع هذا الجمال الجسدي المادي الواضح كان في جمال الروح، جمال العقل والحكمة. للأسف الرجال النهاردة بيستأنسوا بقول ليس له أي أساس من الصحة ولا حتى من الصحة اللغوية، اللي هو شاوروهم وخلفوهم. يعني إذا كان ولا بد هتشاوروهم بس إيه أعرف رأيهم إيه وعملوا عكسه. فيعني يعني تقضيت واجب يعني. لا مش بس قضيت واجب، ده علشان لما هتقول لك لما الزوجة تقول لزوجها على رأي يبقى ده غلط فاعمل عكسه. شاوروهم وخلفوهم. فهي هتقول يعني هو ياخد منها الرأي فالعكس هو الصحيح على طول. تماما. والقول هذا باطل من كل وجه، حتى في اللغة العربية. يعني حتى لو هنقول لغة عربية يبقى شاورهن لأن هم نسوة وخالفهن، إنما هو اللي قالها كده إيه على عواهنها وليس لها أساس من الصحة والدليل قدام في رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أعقل الناس وأوعى الناس وأحكم الناس وأفهم الناس فوق كل ده بقى وقبله كمان أنه مؤيد بالوحي. فتخيلي شخص بهذا الوضع من الحكمة والعقل والإدراك والآخره ومؤيد بالوحي وكمان يستشير، كان يقدر يقدر يعرف الحل السليم من غير ما يستشير أي حد. استاذن حضرتك فضل. ناخد التليفون. مدام دينا. ألو. أهلا بيكي مدام دينا، اتفضلي. أهلا بحضرتك، السلام عليكم. لو سمحتي، أنا ماما كانت من 12 سنة وعدت ربنا إن هي هتفضل تصلي من اللي عليها يعني لغاية ما تموت، وبعد كده عرفنا إن الموضوع ده فيه آراء إن هي ممكن تصليهم وممكن لأ. أنا مش بسأل على كده، أنا بسأل بقى على وعدها لربنا، هل هي لو ما صليتهمش يبقى هي كده أخلفت وعدها عن ربنا ويبقى فيه عقاب ليها، أو ممكن يعني ما تصليهمش بقى عادي؟ والسؤال التاني بعد إذنك، أنا عايز أعرف إيه أحسن كتاب عن حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب تابعينا مدام دينا. أولا بالنسبة لمسألة من فاتته صلاة، بعض العلماء يرى بالقطع أنها لا تقضى. خلاص هو كان في اللحظة دي عاصي، تصل معصيته إلى الكفر، تاب
يبقى ربنا يغفر له وخلاص، والتوبة تجب ما قبلها. الرأي الثاني قال لا، قال هذه الركعات بعدد السنين اللي ما صلتهاش في رقبته وفي ذمته، فلا بد أن يؤديها مع التوبة والاستغفار. وتبقى مهمة التوبة والاستغفار، مهمة الحج، مهمة العمر، مهمة رمضان، أن يكفر الله سبحانه وتعالى بها ذنب التأخير. طب ما هو في ناس ممكن تصلي في سن متأخر شوية، صحيح، والعمر ما يقضيش أن هي صحيح يعني تصلي اللي فات عليها كله، صحيح، هيبقى إيه الوضع؟ صحيح. على هذا القول سيدتي إنها لابد أن تصلي هذه الركعات، وإذا علم الله منهم الصدق حتى لو ما صلوش ربنا يغفر له، أو العمر ما كفاش ربنا هيغفر له. القول ده أنا أميل إليه، إن إحنا لابد علينا عدد من الركعات لابد أن نأتيها، لكن اختلفوا هنا بقى، هل يا ترى لابد أن نأتي هذه الركعات في فرائض نؤديها مع كل فرض فرضا، أم يمكن أن نؤديها بكثرة النوافل؟ أنا أميل إلى القول الثاني، يعني القولان صحيحان ولهما ما يؤكدهما من السنة، لكن رأيي الثاني أصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا بأن النوافل تجبر الفوائد من الفرائض، وبالتالي أنا أنصح كل أم وكل أب وكل رجل وكل شاب كل فتاة فاتهم صلوات، أولا نستغفر نتوب نحافظ على الصلوات الحاضرة، ثم أمامنا أحد خيارين نعمل الأيسر منهم بالنسبة لنا، إما أن نصلي مع كل فرض فرضا، وإما أن نكثر من النوافل حتى نعتقد أو نظن أن احنا خلصنا اللي علينا. بالنسبة لأمنا الكريمة بقى، الموضوع بالنسبة لها مش مسألة بس فوائد بتأديها، الموضوع بقى أكبر من كده، زي ما الأخت الكريمة شرحت، إن هي وعدت ربنا إنها تصلي اللي عليها مع كل فرض فرض، يبقى تفي بهذا الوعد إلا إذا عجزت. لما نشعر بالعجز هيبقى زي أي حاجة بننوي نعملها أو نفكر نعملها أو نعاهد ربنا إحنا نعملها أو حتى نندر إن إحنا نعملها. في هذه الحالة سيدتي إذا عجز الشخص عن تنفيذ ما وعد به بيكفر عن يمينه، بيعمل كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام، فيتحلل من وعده أو يتحلل من نذره، ثم بعد ذلك يفعل ما هو متيسر له. تمام. طيب سؤالها الثاني بقى، هي بتسأل عن أفضل كتاب عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة في عدة كتب كلها فاضلة، لكن مما يحضرني الآن كتاب فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي رحمه الله، كتاب قيم جدا جدا لا يجوز أن يخلو منه بيت، فقه السيرة لفضيلة الشيخ الإمام الراحل الله يرحمه المعاصر الشيخ محمد الغزالي. يلحق به كتاب اسمه حياة محمد لهيكل، مش الصحفي، هيكل كاتب رائع جدا، كتب في هذا الموضوع كتابات قيمة جدا، له كتاب اسمه حياة محمد في منتهى الروعة. في كتاب أيضا لمن أراد بقى أنه يستوثق في التواريخ والسير والكلام ده، وكتاب معاصر رائع جدا اسمه الرحيق المختوم. وكتاب الرحيق المختوم مشتهر جدا وكتاب طيب جدا لرجل اسمه عالم اسمه المبار كفوري، وهو ليس عربيا لكن الكتاب عربي. مقصود بالرحيق المختوم، الرحيق المختوم، عارفة حضرتك لما شبه القرآن الكريم ما يشربه أهل الإيمان في الجنة، رحيق مختوم، يسقون من رحيق مختوم، اللي هو يعني يسقون من الماء والشراب الخمر الجميل اللي مش فيها سكر والكلام ده، مختومة ختامه مسك، عليها المسك وعليها الكافور وعليها الأشياء الجميلة ومخلوطة بالأشياء الجميلة. فكأنه أراد أن يقول أن اللي يقرأ الكتاب ده كأنه بيشرب حاجة جميلة وحاجة عظيمة، لأنه بالفعل بيحس هذا لم يقرأ في سيرة سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا في كتب كتيرة زي الشيخ الخضري لما كتب كتاب خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، كتاب رائع جدا أيضا، وأتمنى برضو قراءته، أعتقد للشيخ أبو زهرة خاتم النبيين، وغيره من الكتب يعني قلنا له كذا كتاب متاحين إن شاء الله. مدام هدى، أهلا بيك يا مدام هدى، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت أسأل الشيخ بس تفضلي هما اثنين، معلش أنا آسفة. تفضلي. دلوقتي أنا عندي أولاد، وفي واحدة منهم يعني ظروفها المادية مش للدرجة، أنا عارفة كويس، فبساعدها وحدها كده ساعات، وبرضو في ولد برضو بديله حاجات، دي من حاجاتي أنا مش من حاجتهم هما، ده يبقى حرام عليا؟ حاضر. طيب سؤال حضرتك التاني ايه؟ يعني بس انا معلش مش عايزة اقوله كده دلوقتي، ممكن
او اكلمه بعدين يعني دي نمرته اكلمه طب بعدين. طب مدام هدى حضرتك خليكي على الخط ما تقفليش، هترجعي للكنترول ويدوا حضرتك رقم الشيخ سالم. طيب اتفضلي شيخ سالم. الاصل سيدتي والكلام ده للحاجه هدى برضو ان احنا نعدل بين ابنائنا، ده الاصل لقوله عليه الصلاه والسلام اعدلوا بين ابنائكم، ده الاساس في الموضوع. لكن قد يكون من العدل ان اميز من له ظروف او حاجه، اميز من لم يحصل على نصيب اوفر مثلا في التعليم، يعني لو انا عندي ولدين او بنتين او الكلام ده كله، حد منهم متعلم وصرفت عليه في التعليم، حد منهم كان حظه قليل فطلع بقى من التعليم واشتغل او لاخره، فاللي زي ده لو ميزته قليلا ده مش هيبقى تمييز، يبقى كده كاني بعدل بينه وبين اخيه اللي انفق. حد اتجوز وحد لسه متجوزش فبدخر له مبلغ من المال علشان اجهزه، حد في جهازه اتكلف كتير قوي وحد في جهازه اتكلف قليل فاعوضه، يعني زي الحال اللي معانا بتتكلم عن حد حاله رقيق هو بيشتغل وبيعمل اللي عليه لكن فقير مسكين، حد تاني حاله متيسر فلا مانع اطلاقا من اعطاء هذا الفقير. المشكله سيدتي فين؟ ان اميز بين ابنائي او احد ابنائي عشان المشاعر والحب. احسنتي، عشان المشاعر، اصل ولد فيبقى الولد ياخد اكتر، اصل ده اللي بيحن عليا اكتر، لا حنيه ومش حنيه ربنا ولا يحاسبهم على الكلام ده، انما احنا بالنسبه لنا نعدل فيما بينهم. فيبقى المكروه او المحرم، عفوا المحرم مش المكروه، المحرم ان انا اميز بين اولادي بحيث يحصل نوع من العقوق مني فيعقوني، ويحصل بينه وبين بعض ضغائن فيكرهوا بعض، وابقى انا مشيت من الدنيا وسبت لهم مصيبه بيتخانقوا مع بعض كل يوم وكارهين بعض. صح. ليه للتمييز؟ انا عملت كتير جدا مظبوط، انما ان انا اميز عشان عله معينه، حد عيان، حد مريض، حد ظروفه سيئه فبساعده، هذا لا حرج فيه ولا يحتاج الى استئذان. يعني حتى في ده لا يحتاج الى استئذان. امتى بقى احتاج الى استئذان باقي الاخوه؟ لما ولد يبقى عنده ظرف ما عايز يغير شقته مثلا ويروح في شقه في مكان احسن شويه او اوسع شويه، ومحتاج هو في العموم ما هوش فقير ومش مسكين لكن عايز يحسن الموضوع شوي، فاجي على اخواته اقول لهم والله يا اخوات يا اولادي اخوكم عايز يعمل كذا وكذا بالتراضي وظروفه كذا، ايه رايكم؟ اذا وافقوا فلا مانع، ما وافقوش يبقى لما تديله تدي لغيره زيه بقدر امكانها. تمام. مدام سعاد. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مدام لميا كل سنه طيبه. وانت طيبه، اهلا بيكي. انت طيبه حبيبتي وانت بالف خير يا رب. زي الشيخ سالم كل سنه هو طيب. وانت طيبه، اهلا بيكي. والله لو سمحتي انا عندي سؤالين. اتفضلي. عندي والدتي عندها فلوس في البوسطه شايلاهم، وبعدين هي بتطلع عليهم الزكاه بتاعهم كل سنه. كويس. وعندي اختي بقى يعني حالتها الماديه يعني تعبانه شويه ومريضه صاحبه امراض يعني وبتجيب علاج وكده، وعندها بنتها بتصورها، يعني ممكن ماما تساعدها من ان تديها من الزكاه بتاع الفلوس ده تصور بتاعها؟ تمام. والثاني يعني انا ما كنت طلعت عملت عمره 3 مرات، وبعدين في المره الاخرانيه ما عرفتش اخش يعني ازور في الروضه اصلي في الروضه واقعوني كده وما عرفتش يعني ما ازدحمتش يعني معاهم، هل كده عملت الجوز؟ حاضر. تابعيني يا مدام سعاد. أنا في الجزئية الأخيرة دي طبعا على نبينا الصلاة والسلام وزيارته أمر محبب إلى النفوس، وعمارة المسجد النبوي شيء عظيم، الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، في المسجد الحرام بمئة ألف، في المسجد الأقصى ربنا يوعدنا جميعا بخمسمائة صلاة. إنما بوضوح شديد زيارة المدينة المنورة والمسجد الشريف والنبي عليه الصلاة والسلام والبقية ومشاكل ذلك من الزيارات المعمولة في المدينة، هذه أمور تكميلية وليست من أساس النسك، يعني ليس لها علاقة. زي إن في ناس بتروح تعمل العمرة في مكة وتمشي وترجع. ما بتروحش المدينة للزيارة، بتنتهي العمرة سيدتي وينتهي الحج بقيامنا بالمناسك الموجودة في مكة المكرمة. زيارتنا للمدينة أمر زائد، فاللي تيسر له أن يذهب إلى المدينة خير وبركة، من تيسر له من ذهب أن يصلي في الروضة خير وبركة، من لم يتيسر لا شيء عليه إطلاقا، والعمرة والحج لا علاقة لهما بهذه الزيارة بالأساس. تمام. ده كمبدأ أساسي. المسألة الثانية، الأصل أن المرأة أو الرجل الأم أو الأب لا يعطيان الزكاة لأولادهما، ده الأساس، يعني ما ينفعش أنا أدي الأموال الزكاة لأولادي، ما ينفعش هم يدوني كأبيهم. ليه؟ لأن الولد إذا افتقر يجب على الأب الإنفاق عليه، والأب إذا افتقر يجب على الإبن الإنفاق عليه. وما تعتبرش من فلوس الزكاة. ما ينفعش من فلوس الزكاة، يبقى من صلب المال. استثنوا من ذلك سيدتي
ما إذا كانت الأمور خارجة عن الأكل والشرب وضرورات الحياة؟ بمعنى إن في ديون، في بتتكلم على أمراض وفواتير بقى دواء ولا مستشفى ولا خلافه، في بنت بتشور دي في اللغة العامية عندنا يعني بتتجهز زي ما هي قالت كده بتشور يعني، والجهاز للأسف، وأنا بناشد من خلال برنامج الكريم ده، وياريت بعد ما نخلص السلسلة دي نعمل حلقة خاصة بهذا الموضوع. يا سيدتي، هناك من يكلف البنت أضعاف عشرات الأضعاف مما يملك. يعني جاز الواحدة من دول الست تبقى تملك يدوب 3-4000 جنيه تروح تشور بنتها ب70-80 ألف، بنتكلم على أرقام ضخمة. مش هرفع كبير جدا، مش ضعفتها الخمسة ستة مثلا، ده شورتها ب20 ولا خمسة، ده بتكامل 70-80 ألف 100 ألف. وتلاقي الجهاز فيه الكمبيوتر، انت بتكلمي في ايه في كمبيوتر ايه، وبنتكلم على مش عارف اعداد عديدة جدا من ملايات وفوط وخلافه، بتوصل المسألة عشان ما تبقاش اقل من غيرها للأسف. وهذه نظرة الحد ده اللي بيعطل الدنيا، وده اللي مخلي يعني في مشكلات كبيرة جدا، الأسر بتستدين إلى آخره. طب هل يجوز إن احنا بقى نساعد في الزكاة؟ يعني لو قلت نعم يبقى أنا معناها إن بقول يلا نروح نشتري الكمبيوتر ونجيب بدل الغسالة اتنين. يعني البنت في الفلاحين محتاجة غسالة أطباق في إيه؟ ده احنا ممكن نكون في المدن ما عندناش غساله اطباق. ايوه بالظبط. مش من الاساسيات. انا مش فاهم الحقيقه، يعني لماذا؟ ليه يبقى عندها ثلاجه واتنين وغساله واتنين؟ ليه؟ موضوع الحياه محتاج يتفتح بشكل كبير. خلاص نعمله ان شاء الله بعد ما نخلص. ربنا يكرمك، وانت كمان في الجانب الاجتماعي مع ضيوفك الكرام، انا عارف حضرتك استاذه في الكلام ده. ربنا يخليك. يعني افتحوه، مهم قوي ان احنا نعدل هذا السلوك. وفي المقابل الولد برضه، هل مطالب الولد لما يجي يتجوز يجيب اوضه نوم لنفسه واوضه نوم لعياله؟ في العيال اصلا يعني محدش عارف، خلونا نتجوز بعد ربنا سافر الباقي. يعني فالمساله الحقيقه محتاجه نظره في الموضوع. صحيح. فلو قلت نعم يبقى معناه انا بقول يلا نديهم بقى عشرات الالاف عشان يشوروا من الزكاه والفقراء ما ياكلوش وشرابوا. لو قلت لا، ما هو برضه البنت محتاجه مساعده، فانا ارى انه لا مانع من ان تساعد الحفيده او بنتها عشان تشور ابنتها في الضرورات، حدود المعقول، في حدود المعقول جدا يعني الضروري. ومن هذا المنبر برضو بقول لو عندنا زكاه يا اخوانا نقدر نوجهها في تزويج الشباب والفتيات وتجهيزهم بالجهاز الضروري ده من افضل واحسن ابواب الزكاه. ان اسطر اسره، اني اجمع راسين في الحلال زي ما بيقولوا بالضرورات، يعني مش لازم اجيب بقى بوتاجاز بالشيء الفلاني اللي يؤدي الضروره، مش لازم اجيب ثلاجه مش عارف شيء فلاني اللي يؤدي الضروره، هذه الاشياء يمكن ان تكون من الزكاه بشكل عام. تمام، والله اعلم. مدام فوقيه، اهلا بيكي، اتفضلي. اقول اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا كنت حجيتي السنه دي الحمد لله، ولما قمت بطواف الافاضه عملت بنية الوفاضة والوداع، وبعدين بيتت ليلتين ورحنا للمدينة، هل ده يجوز؟ في ناس بيقولوا لي لا ده كان كده غلط، وكان المفروض تعملي وداع تاني، وكان المفتي بتاع المجموعة بتاعتنا افتنا بكده للزحام، وان انا ست كبيرة وكده، ومش عارفة بقى ده صح ولا غلط. حاضر. طب اين حاجة فوقي؟ مش المفروض يا شيخ سالم انه بيبقى فيه يعني حد زي مرشد بيعرف الحجاج يعملوا ايه؟ وهي الحقيقة قالت قالت ان في المفتي مع المجموعة، وانا بحيي هذا المفتي اللي افتلهم بده، وواضح ان هو رجل فقيه وواعي وبيراعي ظروف الناس وظروف الحياة، وبحيي الشركة او المؤسسة او الهيئة سواء كانت قرعة ولا شركة صحية او خلافه اللي طلعت معاهم مرشد ومفتي، وهم كمان شافوه ويعني تفاعل معاهم. وده مهم جدا، والحقيقة اتمنى ان فعلا كل مجموعة مع حد مرشد يرشدهم. والمرشد ده المسألة بالنسبة لنا الحقيقة هناك لما بنبقى قايمين بالدور ده ما بتبقاش مسألة هي انا رايح احج، لا ده وظيفة ربنا وكلنا بيها ان احنا نعلم الناس ونرشد الناس، فاحنا اللي بندور على الناس ونعلمهم ونقول لهم الصح والكلام ده كله، فده عمل رائع جدا. واقول لاختي الكريمه من افتاك بهذا فتواه صحيحه ولا حرج في هذا على الاطلاق، لسببين. السبب الاول انه لما النبي عليه الصلاه والسلام قال ليكن اخر عهدنا بالبيت، هو قصده اخر المناسك، يعني مش لازم ابدا يكون اخر لحظه في خروجي من الكعبه المشرفه، وبالتالي اللي عملها قبلها بعدة ساعات بليلة لا حرج إطلاقا في هذا. السبب الثاني هو أن بعض الفقهاء زي المالكية رأوا أن طواف الوداع بالأساس سنة. صحيح إحنا لا نشيع هذا الرأي، ولكننا نفتي به لذوي الأعذار وذوي الحاجات.
وانا شخصيا لما بلاقي الدنيا بهذا الزحام ده عذر في حد ذاته. يعني لما اكون شايف على الشاشه قدامي في وانا في الفندق ازدحام غير طبيعي لكنه مقفل الابواب، هاجي اقول للمجموعه اللي ما عملش وده يروح يعمله والابواب حتى اتقفلت من شده الزحام، اصل احنا مسافرين بعد ليله يروحوا يعملوا وداع؟ لا، اللي كان اخر حاجه عملها الطواف شكرا يلا نروح وخلاص. وحتى يمكن ان نقول بهذا في شده الزحام بالذات هم دلوقتي بيعملوا توسعه، يا رب يبارك لهم امين. وغالبا في 2015 هيفتحوها ان شاء الله وربنا يتقبل منهم، توسعه خرافيه انا اطلعت عليها الحقيقه عبر يعني افلام وثائقيه، الله يتقبل منهم ويعينهم، حاجه رائعه جدا هتوسع اضعاف ما هو موجود الان. لكن نظرا لهذه الاعمال في ضيق، مقابل هذا الضيق يجب ان يكون الناس عندها وعي. فمن افتاك سيدتي بان ما عليكيش طواف وداع تاني، طفت الافاضه وبنيه الافاضه والوداع لا شيء عليك، ومن ترك حتى الوداع فهو سنه عند المالكيه ولا شيء عليه، والله اعلم. استاذنك نروح فاصل ونكمل مشاهدينا، فاصل ونرجع لحضراتكم مره تانيه، خليكم معانا. كلام القلب كلامنا شباب. أم سلمة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم هيكون كلامنا إن شاء الله عنها النهاردة مشاهدينا مع فضيلة الشيخ سالم عبد الجليل، أكيد بنرحب باتصال حضراتكم وأسئلتكم. استأذنك ناخد التليفون يا شيخ سالم. مدام توحيدة. أيوه أهلا بيكي. أهلا بسيادتك. اتفضلي. أيوه اتفضلي. أهلا بفضيلة الدكتور. اتفضلي مع حضرتك. ميرسي. سيادتك أنا يعني مسنة معدية 70، ربنا يديك الصحة يا رب ولله الحمد، حالتي متيسرة الحمد لله، وأولادي الاثنين ذكر وأنثى الاثنين كانت ظروفهم متيسرة لحد إيه ما ظهرت مشاكل ثورة يناير دي، لأن هم بيشتغلوا في الأعمال الحرة فأصبحت النظام يختلف في الحياة وفي المصاريف. أيوه. فسيادتك دلوقتي أنا لله الحمد يعني اتشرفت في حاجات أساسية يعني عقارات وحاجات ما شابه ذلك، وبقت عندي سيوله كويسه. والاثنين عندهم مشاكل ماديه بتربيه الاولاد وقله العمل والكلام. فانا دلوقتي بقى يعني بدي للاثنين ده الاصول كده. انا كبيره وفي الاصول لازم اريح عيالي. ربنا يخليكي ليهم يا رب. الله يبارك في سيادتك. فدلوقتي انا بدي هل الاصح يعني اعطي للولد اكتر ضعف اخته كميراث شرعي ولا ابقى النظام ايه؟ لان انا فعلا بعمل كده حاليا. هل هم خدوا ميراثهم يا امي من ابوهم؟ ابوهم يعني ظروفه ما تسمحش انه يورث حاجه، هو لو قيد الحياه بس ظروفه موجود. ما تسمح. طيب ماشي خلاص يا الله يكرمك. تمام يعني الظروف عندي انا تسمح يعني. تمام. ايوه. وهل استمر على ذلك الى ان إلا بداية العمر؟ وقال أنا لو طال بي العمر واحتكت هل هم ملتزمين؟ من هصبح ما فيش بقى يعني بعد كده أشياء يعني. تمام. ربنا يديك الصحة. آمين. يا رب. آمين. ربنا يبارك في سيادتكم. آمين. تبين يا مدام توحيد. ربنا يا رب يبارك لها ويبارك لزوجها وأبوهم ويهيئ لهم الخير. في حال هذه السيدة العطاء يكون بالتساوي. ليه؟ مش ميراث ده. ده مش ميراث. انا كنت فاكر لما قالت ميراث ان الوالد ربنا رب يديله العمر والصحه. لا هي بتسال على فكره ان هي بتساعد دلوقتي نفسها. هل تدي الولد ازيد من البنت زي الميراث بالظبط؟ لا لا لا، هتدي زي بعض، هتسوي بينهم لان ده مال حال الحياه. ده ما هواش ميراث، الميراث ده يكون بعد الوفاه ربنا يديله العمر والصحه. امين يعني. احنا الان بنعطي عطايا وهبات وهدايا. فالهبات والعطايا والهدايا تكون متساوية متكافئة، إلا إذا كان في حد ظروفه أقصى من حد يبقى هنزوده على قد ظروفه زي ما اتفقنا من شوية. لكن في العموم التسوية مطلوبة، ما فيش فرق بين ذكر وأنثى. الفرق هيكون في إن الله ده عنده 5-6 عيال فمصاريفه أكتر من عنده عيلين، فيبقى في الحالة دي هزود سنة علشان خاطر ظروفه القاسية وأولاده الكتير أو الكلام ده كله. انما في الاساس احنا بند على عين حياتنا بنعطي بالتسويه، مفيش حاجه اسمها ذكر ضعف الانثى. ومفيش حاجه ان انا دلوقتي اقسم فلوسي انا كميراث على اولادي لان لسه عايشه. ايوه. فما دام لسه عايشه لا مش حاجه اسمها تقسيم. فهي تعطي بقدر امكانها، ربنا يا رب يكرمها، علشان برضه الواحد ما يعرفش ظروف الحياه ايه. صحيح. قد يتحول الانسان من حال الى حال. صحيح. محدش عارف من قبل مين.
فاحنا مش هنورث دلوقتي يا ستي توحيد، ربنا يكرمك ويغنيك من فضله، يا رب يغنيهم من فضله. انما هندي زي ما انت بتدي بالضبط كده مساعدات بالتسويه. الله اعلم. تمام. هي سالت سؤال تاني انه اذا الامور اختلفت وهي احتاجت، فهل واجب على الولد والبنت ان هم يساعدوها او يدوها بقى؟ في الشريعه الاسلاميه تجب نفقه الاولاد على الاباء والامهات ما دام الاولاد صغارا. وتجب النفقه على الابناء بالنسبه للاولاد، على الابناء بالنسبه للاباء والامهات ما داموا فقراء. يعني لا قدر الله لو افتكر اب وافتكرت ام، يبقى هنيجي للحديث الشريف انت ومالك لابيك. يبقى يجب انهم ينفقوا عليهم بالكامل، مش من الزكاه، بالكامل من حر مالهم، دواء واكل وشرب ولبس وخلافه. انما طول ما هم ميسورين، ما عايزين نفهم برضه الحديث صح، انت ومالك لابيك لما يبقى محتاج. والاب هنا والام زي بعض، الاب والام محتاجين ندوم عينينا، يبقى انت ومالك لابيك، مش محتاجين خلاص، عشان برضه بيجي لنا اسئله في حاجات زي كده. أيوه. الام تبقى مستوره وزي الفل وما عندهاش مشكله، او الاب، ويفرض على اولاده شهريه. انت فاهم شهريه ليه؟ ليه بتفرض على اولادك ان يدوك شهريا ليه وانت لسه في حاجه؟ لو في حاجه ياخد عينيهم هم يديهم من حر مالهم بارادتهم وعن طيب نفس. أيوه. انت ومالك لابيك، انما ليس في حاجه يبقى خلاص. فامنا كما ربنا يغنيها، انما اذا انعكست الامور يجب على الابناء ان يحملوا امهم وان ينفقوا عليها نفقه كامله. تمام. مدام عزيزه. عزه مدام عزه، اهلا بيكي، اتفضلي. اهلا بيك، اتفضلي. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب حاولي تكلمينا مره ثانيه. طيب لو اتكلمنا بقى عن مكانه ام سلمة عند الرسول عليه الصلاه والسلام، كانت مكانتها ايه يا شيخ سالم؟ لو لم تكن لام سلمة مكانه عند النبي عليه الصلاه والسلام لما كانش اصر على التزوج بها من البدايه خالص. يعني هو لما راح يخطبها واعتذرت له، قالت له لا انا عندي ثلاث اسباب، كان ممكن يقول خلاص لا. انما هي لكونها زوجة شهيد وله سبق في الاسلام وهي امراه عظيمه، لم يكن النبي الكريم ليحرص على التزوج منها. ولما تزوج بها سيدتي، لو لم تكن لها مكانة لما أشار أو استشارها في هذا الأمر العظيم. ده بيحكى كمان في السيرة النبوية أنه لما عقد معاهدة صلح الحديبية، هي المسألة مش بس أن هم هيرجعوا، المسألة كمان أن كان في شروط مجحفة جدا جدا ووافق عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا علامة تعجب كبيرة، لماذا وافق النبي عليه الصلاة والسلام على بعض شروط المجحفة؟ كان هدفه، يا ريت كل الناس يسمعونا وهنقول هذا الكلام، هدفه حقن الدماء. مش عايز إراقة دماء ولو كان دماء مشركين. في مقابل النهارده الناس باسم الاسلام للاسف بيقتلوا اخوانهم واهاليهم ومن جنسهم وجنسيتهم، مش فاهم انا الوضع ايه الحقيقه. اي دين هذا الذي يتكلمون عنه؟ وازاي بسم الله والله اكبر بيذبحوا الانسان؟ وهي بقت وسيله للتعبير وللكلام ولكل حاجه. الله المستعان. أمين. فسيدنا النبي يا سيدتي، وريت الناس تفهم الكلام ده، راضي بشروط فيها إجحاف شديد جدا عشان يحقن دماء الناس سواء مسلمين أو غير مسلمين، وده كان هدفه. وبالفعل وافق على هذه الشروط وعقد الصلح. وكان من أهم الشروط، يلا نرجع، بنسمي ده في الشريعة محصر. محصر يعني إيه؟ واحد دخل الإحرام ناوي يعمل عمرة، ناوي يعمل حج، فمنع، فاسمه محصر. المحصر يعمل ايه؟ يذبح هديا ويحلق راسه او يكسر ويروح كانه اعتمر، فقال للناس قوموا فاذبحوا هديكم واحلقوا رؤوسكم، فلم يكن احد، ولا ابو بكر ولا عمر. فدخل النبي الكريم في شده الغم وقال هلك الناس، امرتهم فلم ياتمروا، انا خايف تظلم صاعقه من السماء، ده انا النبي، ده انا بقول لهم ما سمعوش. فستنا ام سلمة ربطت على كتفي كده وهدأت من روعه وقالت صلى الله هون عليك، الامر جلل، اشيروا عليك ان تفعل كيت وكيت، اخرج انت كم حاجه فضلت في المقدم، روح انت اذبح هديك وما تكلمش حد، وخلي الحلاق يحلق لك وما تكلمش حد. فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالش انت امراه، انت ايه اللي بتقوليه، انت ما حصلش. سمع كلامها وخرج عليه الصلاه والسلام وراح عمل كده. فتسابق الناس ايهم يذبح هديه اولا وأيهم يحلق أولا، تنفيذا مش بس الأمر سيدنا النبي، اقتداء بفعل سيدنا النبي ولهذه المسورة العظيمة اللي صارت معلما في التاريخ البشري والتاريخ الإنساني، أن قائد الأمة العظيم النبي الملهم الرجل أعقل الناس وأفضل الناس يستشير
وأصبحت المشورة في حق غيره واجبة. إذا كانت هي في حق عليه الصلاة والسلام قد فعلها، فمن باب أولى غيره تكون المشورة في حقه ملزمة وواجبة، ويجب أن يأخذ بيها في الأمور الطبيعية. بلاش بقى فعل الدكتاتورية في البيت، ولا دكتاتورية في الشغل، ولا دكتاتورية حتى في قيادة البلاد. صحيح. في دكتاتورية، في ديمقراطية، في مشورة، في أن احنا نستفيد برأي من حولنا. صحيح المرأة ليست في مكانة الرجل من حيث الولاية في البيت، فهو الرئيس في البيت، لكن هي النائبة وهي وزيرة. صحيح. الصدق. صحيح. اللي يجب أن تشير بحق ويأخذ بمشورتها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. شيخ سالم، حلقتنا انتهت، وحضرتك نورتيني النهاردة، والحمد لله على سلامتك. شكرا جزيلا. أشكرك جدا. بشكركم مشاهدينا، وأشوفكم بكرة على خير إن شاء الله. يكون معنا الأستاذ الدكتور مدحت الزيات. أشوف حضراتكم بألف خير. سلام عليكم. كلام القلب، كلامنا شبه طبطبة، شبه القعد على المصطبة وقت المغارب والمساء، نتلم نجمع شملنا، نقسم ألمنا وحملنا، وناس بناس متونسة، وكمان